هو سر الديمقراطية والتحالف في الدولي. ماذا بهذه الطفلة التي اعتقلت والدتها في عملية الإنزال الجوي بسبب كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قاتل أحد الجنود في عملية الإنزال؟ هذه هي الطفلة. هذه الطفلة وهذا طفلها الآخر. نحن لا ندعم أنهم يعتقلون نساء روابط. ما ذنب هذه الطفلة يا قوات سوريا الديمقراطية؟ دعاة الديمقراطية. الله أكبر الله أكبر.